وهذه الدولة التي سيعطونها لنا هي الجبنة السويسرية سويس تشيز. ويكفي لرفضها من قبلنا أنها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية، يكفي هذا، وتحول شعبنا ووطننا إلى تجمعات سكنية ممزقة دون سيطرة على الأرض والحدود والمياه والأجواء، وتلغي قضية اللاجئين، وستؤدي حتماً إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وإلى التنصل من الاتفاقيات الموقعة المستندة لرؤية حل الدولتين على حدود 67، وهو الأمر الذي لن يجلب الأمن ولا السلام للمنطقة، ولهذا فإننا لن نقبل بها وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع. هذه خلاصة المشروع الذي قدم لنا، وهذه الدولة التي سيعطونها لنا هي الجبنة السويسرية سويس تشيز. من يقبل بكم أن تكون دولته هكذا؟